المسرحيه دي. ايه الفرق في نوع او في درجه الكوميديا اللي حضرتك ركزت عليها وكانت مختلفه فتره الثمانينات تحديدا في مسرحيات؟ صدقني ان في بعض الكتاب او كده يبعتوا لي نصوص اقراها، اول ما الاقي في لفظي يعني في موجود بين السطور كده ببعد. انت قلت حاجه صح، دي مدرسه الكوميديا السوداء او البلاك كوميدي، ده اتجاه هو اقرب للاعمال الواقعيه، بيقدم مسرح واقعي قريبه ليه؟ لان الحياه ما فيهاش ابتسام على طول ولا حزن على طول، يعني كوكتيل. انا عمري ما فكرت ايه اللي هيضحك في العمل الا بعد ما ينتهي كتابته. السيتويشن الموقف اللي يضحك هو اقوى بكتير من اللفظ ومن الجمله ومن النكته، انك لو وثقت للنكت لازم يبقى نابع من المشهد. وممكن اول حد يقول لي انت قلت كذا، هي كانت بره السياق خالص في المشهد، يحسها تبقى مش مظبوطه، ولكن العب التراجيديا بخفه ظل الكوميديا، والعب الكوميديا بصدق التراجيديا. ده جميل. هل الجمهور بالنسبة لحضرتك من خبرة طويلة، هل اختلف في الوقت الحالي عن من 20 و 30 و 40 سنة؟ أكيد، بس والله لأن ده يعني شيء أنا بعمل له توثيق، ما عدا الجمهور اللي بيخش مسرح يروح بيسلم التليفون ويبقى فرحان قوي إنه داخل المسرح من غير تليفون. في ناس بتزعل، بس بالتدريب وبالتدريج قال لي خلاص فهمنا. انا مثلا في ماما امريكا وفي المسرحيات بتاع، كان الزبون يجي داخل على الكنترول يقول له خلاص فهمنا اتفضل، تفتح شنطتها عشان لو في كيس لب سوداني بيتاخد بيتكتب عليه اسمه ياخده وهو مروح. انت ارسيت قواعد، مش اختراع، هي دي اللي يجب ان تكون. فسلوك المشاهد عمره ما هيبقى كده لو انت مش محترمه من اول البوابه لغايه قفل الصاله. شكرا شكرا.